اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج المنصه. الحرب التي دفعت بكافه جوانب الحياه في اليمن الى حافه الانهيار لم تستثني الرياضه ايضا، بل اصبح الحديث عنها شيئا من الترف. كيف لا وقد اثرت الحرب على الامور الاساسيه في الحياه كالجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهي الامور الاساسيه في حياه كل الشعوب، وأصبحت للمشكلة مستويات عدة على مستوى الرياضة المحلية والبرامج التدريبية للأندية وللمنتخبات، فيما دمرت الكثير من الأندية خلال الحرب، وهنالك الكثير من الرياضيين تضرروا بشكل مباشر من هذا الوضع، والكثير ابتعدوا عن الرياضة وتوجهوا إلى ممارسة أعمال شاقة. ومن بين هؤلاء أبطال رياضيون حصلوا على ألقاب وفازوا في مسابقات محلية وعربية وفي مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تولي زمام أمور الرياضة من قبل شخصيات غير مؤهرة البتة في هذا الجانب وغير قادرة على التخطيط من أجل أعداد منتخبات تمثل الجانب الرياضي لليمن رغم وجود الكثير من الرياضيين المؤهلين. عن وضع الرياضة في اليمن ودور الجهات المعنية سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. ما الأسباب وراء التدهور الكبير في الجانب الرياضي اليمني؟ لماذا لا يتم الاهتمام بالكوادر الرياضية التي تحرز ألقابا على المستوى المحلي وأيضا الدولي؟ ما هي أوجه المعاناة التي يعيشها الرياضيون وكيف يمكن مساعدتهم في اجتيازها؟ كل هذا سنناقشه في حلقة اليوم، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من بعض المواطنين من الشارع اليمني. تعتبر اليمن من الدول النائية في الرياضة خاصة في مجال كرة القدم وفي مجال الألعاب الجماعية. حاليا اليمن تشارك في بعض البطولات للناشئين والشباب وتحقق نتائج قوية، لكن في المنتخب الوطني أو المنتخب الأول نلاحظ فشل المنتخبات الوطنية. أيضا في الألعاب الفردية اليمن تحقق، وهذا إن دل يدل على أن هناك تخبط أو غير تخطيط مسبق للرياضة وللرياضيين. الجهات المعنية هنا دورها كبير، خاصة أن الرياضات هذه تحتاج إلى تخطيط وإعداد مسبق ومعسكرات وإعداد منذ الطفولة وأكاديميات رياضية من أجل تحقيق نتائج جيدة للرياضة اليمنية في المشاركات الخارجية. أيضا إعداد منشآت رياضية في الوطن من أجل إقامة منافسات قوية تنتج لاعبين قويين من أجل المنافسة بالخارج. نتمنى من الاتحادات الأهلية في اليمن، اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة وجميع الاتحادات، أن تهتم بالشباب والنشأ وتطويرهم حتى الفريق الأول، وأن يطبقوا نظام الاحتراف الحاصل في معظم الدول العربية حاليا. حقيقة أن الرياضة اليمنية تشهد تطورا نسبيا رغم الظروف ورغم الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد، إلا أنها تعتبر حاليا في أفضل المراحل باستثناء مشاركتنا بخليج 24 التي فاجأت الجميع، رغم أنه كانت هناك في التصفيات التمهيدية والمباريات التجريبية وأيضا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب استطاعوا أن يحققوا إنجاز والصعود إلى المراحل النهائية بكأس آسيا أو تصفيات نهاية كأس العالم، لكن هناك بعض القصور من وزارة الشباب والرياضة نوعا ما بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لكن إذا رأينا الموضوع إجمالا نرى أن الرياضة اليمنية تحسنت في الأوان الأخيرة، وهذا التحسن الكبير دليل أن هناك إصرار وشباب قادر على تجاوز جميع المحن، وهو الرياضي اليمني يستطيع أن يكون أفضل مما كان لو تحسنت له الظروف المادية. لا شك أن الرياضة أهمية بالغة، الرياضة على لصق المواهب الشباب وتطوير مهاراتهم الإمكانية في الوطن، وأهم عوامل الرياضة الذي يبعد الطلاب والشباب في المحافظة من أفكار الهدامة ومن التطرف والإرهاب. الآن نشهد في محافظة تعز حصل نقلة نوعية في إعادة تطبيع الحياة، وخصوصا تطبيع البطولات الكروية، بطولة بلقيس وبطولات اتحاد كرة القدم الذي يقيمها مكتب الشباب الرياضة، ونحن نأمل أن تستمر هذه النهضة للنهوض بالشباب الوطن. والرياضة هي مثل ما ذكرت سابقا هي عامل من العوامل التي تساعد الشباب والطلاب خصوصا بعد عن الأضرار القات والتفكير الذي ينعكس على سلبيا على الوطن. طبعا بالنسبة للرياضة في الوقت الراهن الرياضة تمر على مستوى اليمن بحالة مأساوية، ربما أيضا على مستوى محافظة تعز
هناك جهود جبارة أيضا مثلا من مكتب الشباب والرياضة بمثلا محاولة إنعاش أو تفعيل الدور الرياضي، لكن لا يزال العجز ظاهر في الجانب الرياضي، لا يزال في تقصير كبير بجانب مثلا الرياضيين بالرياضات المختلفة، ممكن برضو حتى إذا في تفعيل منحصر على رياضات معينة مش زي قبل، يعني ففي هناك إهمال، الرياضيين ربما مصابين بحالة إحباط، ربما اتجهوا لأعمال يدوية لأعمال مهنية عشان إيش؟ عشان يكونوا عايش، لأنه أصبحت هواياتهم رياضاتهم المفضلة أصبحت مهملة، ما عاد أصبحوش حتى إيش؟ إنهم يمارسوا هوياتهم، يمارسوا الأشياء اللي يحسوا إنهم إيش؟ خلقوا لأجله. فالسلطة المحلية وربما الدولة بشكل عام في اليمن والمحافظة خصوصا في إهمال للجانب الرياضي، في تقصير. إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا بطل الجمهورية وشرق آسيا في المصارعة الكابتن جمال الصبري، وهو أيضا رئيس رابطة أبطال المنتخبات الوطنية. مرحبا بك جمال، وأنت تنضم إلينا من القاهرة. مساء الخير جمال، وبداية ألف مبروك على الفوز الذي حققته منذ أيام بحصولك على الميدالية الفضية لبطولة العرب للمصارعة التي أقيمت في القاهرة. مساء الخير أمل لكم والمشاهدين الكرام، شكرا لكم جزيلا في قناة بلقيس، دائما ما انتم متابعين باستمرار ومغطين كل الأحداث التي يعني يقوم بها المنتخبات الوطنية. أهلا بك جمال. قبل أن نبدأ حديثنا عن وضع الرياضة ومشاكل الرياضة والاهتمام والمعوقات والتحديات، بداية دعنا نتحدث عن الرابطة التي قمتم بتشكيلها مؤخرا، رابطة أبطال المنتخبات الوطنية. حدثنا جمال قليلا باختصار عن الرابطة وعن ما الذي دفعكم لتشكيلها. والله يعني الجميع عارف ان الاوضاع في البلاد كانت يعني خلال الفتره الاخيره يعني سيئه جدا بسبب الحرب وكل ما حصل في البلاد في الفتره الاخيره. الرياضيين كانوا اكثر، احنا اكثر الناس متضررين من هذا الاوضاع يعني، واللي ما حد يتكلم اصلا علينا يعني، فكثير يعني الناس جميعهم متضررين صح، بس في مؤسسات في جهات تتكلم باسمهم، احنا الرياضيين هم الوحيدين اللي ما حد تكلم باسمهم. يعني في ناس رياضيين كثير مصابين، في رياضيين كثير يعني تعوروا، في رياضيين كثير توقفوا عن العمل، في رياضيين كثير توقفوا عن التدريب، حياتهم تدمرت ولا احد ملتفت لهم، وهذوم الناس يعني منسيين تماما. رابطه ابطال المنتخبات الوطنيه هي جت فكره انه يكون في كيان شبابي وكيان يمثل الرياضيين ويتكلم باسمهم ويناقش القضايا ويهتم بالقضايا الرياضيين بدرجه اساسيه. طبعا هو في يوجد في 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 اللجنه الاولمبيه لجنه خاصه بالرياضيين، اللجنه هذه لكنها غير مفعله، من 5 سنين تم انتخابها ما قاموش باي نشاط وما لا يكاد يذكر اي نشاط قاموا فيه. الان بدات اللجنه الاولمبيه ترتب وضع هذه اللجنه، واحنا نحيي هذه الخطوه للجنه الاولمبيه اليمنيه، ونتمنى انه يتم يعني تفعيل دور اللجنة وتقوم بواجبها ويتم انتخاب قيادة جديدة للجنة، كون القيادة السابقة للجنة كلهم يعني أصبحوا غير رياضيين أو أنهم ابتعدوا عن الرياضة. فالرابطة هي بتكون مساندة لأي عمل من شأنه أنه يطور من المستوى الفني والمستوى ويهتم بقضايا الرياضيين. نعم. وهي بالطبع يعني ما بتكونش موجهه ضد اي حد، بالعكس تماما، هي بتكون سند لكل المؤسسات من وزاره الشباب والرياضه في الاتحادات الوطنيه في اللجنه الاولمبيه اليمنيه، بالعكس تماما يجب على الجميع انهم يكونوا متعاونين مع 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 الرابطه، واحنا ان شاء الله نقوم باعمال من شأنها اني ترفد الاتحادات الوطنيه والجهات المعنيه بافكار واساليب من شأنها اني تحسن الرياضه، او ان احنا نقدر نستغل امكانيات بسيطه من اجل ان احنا نحافظ على المستوى الرياضات وتمكينها. نعم. في المحافل الدوليه وصلت الفكره يا جمال، ونتمنى لكم التوفيق. جمال، انت كبطل للمصارعه وحصلت على مركز قريب منذ ايام، ربما منذ اسابيع، كان لك منشور في الفيسبوك تكلمت فيه عن موقف حصل لكم في احدى فعاليات التكريم التي اقيمت لكم داخل صنعاء، وتطرقت لموضوع التمييز بين الرياضات ونظره المجتمع
الجماعة اليمني وأيضا الجهات المسؤولة بين أنواع الرياضات في اليمن؟ حدثنا عن ذلك جمال، برأيك ما سبب هذه النظرة وكيف تؤثر عليكم أنتم كأبطال تحققون إنجازات وميداليات على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الدولي؟ للأسف الشديد احنا في اليمن يعني عندنا مشكلة كبيرة، ما احناش عارفين ايش الرياضة كمجتمع يعني وبشكل عام وكمؤسسة. المجتمع وقلنا سهل يعني مش مشكلة، لكن المشكلة الكبيرة او الكارثة انه يكون المؤسسات الرياضية هم نفسهم ما عندهمش هذا الوعي ايش الرياضة، ايش الرياضة وايش الدولة، ليش تصرف هذه الملايين من الدولارات على الرياضة، ايش الغرض منها؟ احنا عندنا الرياضة انه الكرة، كرة القدم، وهذه مشكلة كبيرة. يعني الوزارة الشباب والرياضة صرفت ملايين الدولارات على لعبة كرة القدم، وبالأخير يعني ما فيش أي فائدة ولا أي عوائد تعود للدولة أو المجتمع من 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 هذه الفلوس اللي تصرف. طبعا أنا ما أقولش إنه المفروض ما أدعمش كرة القدم، بالعكس المنتخب الوطني لكرة القدم يقوم بجهد جبار وهم يشتغلوا شغل عظيم ويقدموا أداء رائع، لكن رغم كذا الإمكانيات اللي توصلهم ولا حاجة مقابل الدول اللي تدعم الكرة بملايين من الدولارات واللي هم أصلا قادرين أنهم يحققوا حاجة بالألعاب هذه. إحنا في اليمن كل الخبراء اللي زارونا الأجانب أو أغلب الناس أو اللي هم فاهمين في الرياضة اللي عارفين يعرفوا وتكلموا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حدث رياضي كبير أنه اليمن لن تكون إلا بالألعاب الفردية. الألعاب الفردية حققت اليمن الآن مئات من الميداليات على مستوى العرب ومستوى غرب آسيا ومستوى آسيا، رغم أنه للآن ما فيش هذا الاهتمام بهذه الألعاب، ورغم كذا هي تحقق مثل ما قلت لك مئات من الميداليات. النظرة القاصرة للتمييز بين الرياضات أنه يعني الدعم يروح لكرة القدم والإنجازات تجي من الألعاب الفردية، هذا كارثة حقيقية. إحنا كرياضيين يعني تصيبنا صراحة بالإحباط. إحنا شفنا الألعاب كرة القدم، منتخب الكرة قد تكرموا من كل الجهات، طبعا مش إن إحنا ضد التكريم هذا، بالعكس إحنا فخورين بمنتخب الكرة ونتمنى لهم أكثر من هذا، لكن هذا التكريم ما جاش من أجل الرياضة ولا من أجل دعم المنتخب الوطني تماما. هذا أغلب التكريم اللي كان مجرد مزايدات، الناس يتسلقوا على ظهر المنتخب الوطني في من حاولوا يبرزوا أو يحاولوا أنهم يظهروا أنهم داعمين وأنهم مهتمين، فهم يكرموا بس يصرفوا فلوس. التكريم عمره ما كان التكريم بس، أنا كرياضي عمري ما يكون التكريم بالنسبة لي أنه بس يصرفوا لي تكريم مادي. التكريم أنك تهتم وتكون تكرم الرياضات، أنك بتكون عندك خطة محترمة استراتيجية من أجل أنك تطور الرياضة. الرياضي هذا مش بس يحتاج لتكريم مادي، يحتاج لصالات تدريب، يحتاج لبرنامج غذائي، يحتاج لاستشاريين، يحتاج لأخصائيين، يحتاج لمدربين فنيين، يحتاج لإداريين، يحتاج لتنسيق معسكرات تدريبية خارجية، معسكرات تدريبية خارجية داخلية، يعني حاجات لا تعد ولا تحصى. كل هذه الحاجات احنا ما نحصلش عليها ابدا. نعم. كرياضيين يمنيين. نعم جمال، اذا شكرا جزيلا لك، كنت معي في هذه الحلقه بطل الجمهوريه وشرق اسيا في المصارعه وايضا رئيس رابطه ابطال المنتخبات الوطنيه. شكرا جزيلا لك كابتن جمال انك كنت معي ضيف عزيز في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، اتصال اخر من سلطنه عمان معنا الصحفي وليد جحزر. مرحبا بك وليد، مساء الخير. مساء النور والعافية أختي الكريمة، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد وليد، حدثنا عن وضع الرياضة في اليمن وكيف أثرت الأوضاع خلال الفترة السابقة على أن تسوء أوضاع اليمن، أوضاع التعامل مع الرياضة في اليمن أكثر. الكل يعرف أن الوضع الرياضي والاهتمام بالجانب الرياضي في اليمن لم يكن بالشكل بالمستوى المطلوب حتى قبل الأوضاع، والآن بعد هذه الأوضاع أصبح الوضع أسوأ. هناك أيضا من يرى أن المطالبة بالاهتمام بالرياضة في مثل هكذا ظروف، في ظل مجاعة، في ظل أوضاع اقتصادية وصحية متدهورة، حديث من باب الترف. ما رأيك؟ ما منطقية هذا القول؟ نعم أختي العزيزة، كما أشرتي في حديثك، الرياضة يعني الاهتمام بالرياضة أمر مهم للغاية، والحديث عنها لا يأتي أبدا من باب الترف، هي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع الشباب وبالنسبة لمسألة صناعة الأبطال على وجه العموم. هناك مشاكل حقيقية على الصعيد الرياضي كانت موجودة من السابق في واقعنا الرياضي اليمني،
وزاد الأمر سوءا بسبب الحرب والأحداث التي رافقت واقع بلادنا في السنوات الخمس الأخيرة. الواقع الرياضي مرتهن بالعديد من الإشكالات في اليمن، تتداخل كثير من الهموم، وهو حديث ذو شجون. عندما نتحدث عن الرياضة بوجه عام يختلف الأمر عندما نتحدث عن لعبة بعينها، لكن على وجه العموم الرياضة اليمنية في حالة تردي على كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة، ومن المهم أن يكون هناك اهتمام ولو بالحد الأدنى بواقع الرياضيين مع كل الأحداث التي جرت في بلادنا، حتى نستطيع أن ننعش هذا القطاع وننتشله من واقعه الصعب والمزري. الواقع الرياضي يعني الكثير بالنسبة لقطاع الشباب ولقطاع الناشئين، وأيضا لمسألة الرهان على المستقبل. ففي كل الأحوال يجب أن يكون هناك اهتمام، يجب أن يكون هناك استشعار بروح المسؤولية لدى القائمين على الواقع الرياضي، وأن يعطوا هذا المجال الاهتمام الكافي. حتى الآن كل ما يحدث هو اجتهادات فردية. أيضا مشكلة الرياضة في اليمن أن القائمين على اتخاذ القرار عادة في القطاع الرياضي ليسوا بمستوى المسؤولية. الألعاب الرياضية على وجه العموم في اليمن بحاجة إلى أن تسند مهامها إلى أبنائها بالدرجة الأولى، لأن الرياضي طوال السنوات السابقة يدرك تماما العثرات والصعوبات التي واجهت واقعه في مختلف الألعاب، وبالتالي يستطيع الرياضي نفسه بعد سنوات من التحديات أن يكون قريبا من هذه التحديات وأن يساهم في نقلها نقلة إيجابية. نعم، أن تعطي الخبز لخباز. إذن وليد جحزر كنت من هذا الجانب. نعم، صحفي كنت معنا من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك وليد. إذن مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من صنعاء، وهذه المرة مع ربا سليم لاعبة منتخب كرة الطاولة. مرحبا بك ربا، مساء الخير، وأنا سعيدة أنك معنا، وأنا سعيدة أن لدينا فتيات رياضيات بارزات في اليمن في ظل هذه الأوضاع، وأيضا في ظل النظرة القاصرة للمجتمع تجاه الفتيات عند انخراطهن في هذا المجال. ربما بداية حدثيني، أنت كفتاة يمنية دخلتي مجال الرياضة في مجتمع لا يشجع كثيرا دخول الفتيات في هذا المجال، ونظرته قاصرة إلى حد ما، يرى أن مجال الرياضة مقتصر على الذكور وغير مناسب للفتيات. أولا أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيدة جدا أننا يعني أقدم في القناة معكم. وبالنسبة للرياضة في اليمن، هي فعلا بنواجه مشاكل مجتمعية يعني، ومشاكل أسرية بالطراز الأول يعني، بحكم انه يعني المراه لها عادات وتقاليد في اليمن لازم انها تكون مقيده في هذه الدائره، ولكن الحمد لله بفضل الاسره اللي هي مكونه من ابي وامي بس يعني، اللي هي شجعتني وساهمت على دعمي في البطولات وعلى ان انجح واشارك خارجيا ومحليا واحقق انجازات مشرفه للبلد اولا، واثبت ان لليمن بطلات وقادرات وشجاعات على ان يمثلنا اليمن في خير صوره وبطولات يعني قادمه باذن الله. نتمنى ان احنا تتيح لنا الفرصه ان احنا نقدر نشارك فيها، لانه الوضع في البلاد محزن جدا ومقلق ولا يشجع، لا يشجع ابدا حتى على اقامات بطولات داخليه او على استمرار بطولات او تمارين حتى داخل المحافظة يعني، بسبب الوضع المقلق لليمن للأمانة. نعم ربا، إذا ما تحدثنا عن المختصين وزارة الشباب والرياضة، كيف تتعامل مع الرياضة بالنسبة للفتيات؟ هل تتلقون نفس التأهيل والتدريب والدعم الذي يتلقه مثلا الذكور؟ هل هنالك تمييز أم هنالك مساواة؟
للأسف بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فهي لا تشجع إلا بنسبة ضئيلة جدا لرياضة المرأة، وبعد حروب طويلة مع لاعبات المنتخب بشكل كامل في جميع الرياضات نحن تكاتفنا حتى نثبت أنفسنا في وزارة الشباب أن هناك فريق نسوي وفريق قوي قادر على أن يحقق وعلى أن ينجز خارج عن إطار العادات والتقاليد، وأيضا في التزامنا للاستداءات الإسلامية والذي تحافظ على مجتمعنا. ولكن للأسف إلى يومنا هذا ونحن نحارب ونكافح لنصل يعني ماذا أقول يعني لنصل لنوعا ما من بس الاهتمام الذي يحظى فيه الذكور في المجتمع اليمني. ربا قلتي نحارب، ما هي الصعوبات والعوائق التي تحاربونها؟ ما هي المعوقات التي تواجهكم في مجالكم، في مجالك أنت كلاعبة فتاة يمنية؟ أولا أنا أحارب بالنسبة لأنه أنا لا أجد حتى النادي الذي يحتوي اللاعبات لنمارس الرياضة لنستطيع أن نؤدي التمارين اليومية لنحافظ على لياقتنا ومستوانا. لا نحظى حتى بمدرب معين انه يهتم بفريق الفتيات، فاغلب الاهتمام بفريق الذكور دائما. لا يوجد هناك متخصصين يعني يهتموا او ياخذوا بنظره للفتاه اليمنية اللي تمارس الرياضه في ظل هذا الوضع الراهن، حتى على مستوى ان احنا نضع من مخصصاتنا ومن مصاريفنا اليوميه حتى نمارس الرياضه براس مالنا، لا يوجد هناك دعومات خالص. عوائق ايضا نحن لا نستطيع ان نمارس يعني حتى في ناحيه دراساتنا وترتيبها مع النوادي ووضعنا الكامل ملخبط، يعني مش مستقرين على وضع معين. نعم ربا، هذا الوضع ينطبق على كل المجالات والرياضات أم أنت تتحدثي عن كرة اليد؟ وأيضا حدثينا عن لعبة كرة اليد في اليمن. للأسف هنالك سوء ثقافة لدى الناس كرة الطاولة، كرة الطاولة عن مختلف الرياضات في اليمن، التركيز وأيضا اهتمام الناس والمتابعة تنصب دائما على كرة القدم. كرة القدم في اليمن تقصدين؟ نعم. هل تقصدي كرة القدم للفتيات؟ لا أقصد أنت تحدثتي عن العوائق التي تواجهها في اليمن، قلتي لا يوجد نادي، لا يوجد مدرب، هل هذا الوضع ينطبق على كل الرياضات الأخرى المنخرطة فيها في الفتيات، مثلا فريق كرة القدم، ربما المصارعة، التنس، غير هذه الرياضات؟ وأيضا حدثينا عن لعبة كرة الطاولة، هل تحظى بنفس المتابعة والاهتمام من قبل الناس كما يحدث مع لعبة كرة القدم؟ طبعا أوضح أنه في اليمن بأكملها هناك اتحاد فقط يسمى باتحاد المرأة، يضم جميع اللاعبات الجمهورية اليمنية وجميع الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية، اتحاد فقط يعتني باللاعبات أثناء المشاركات سواء المحلية أو الخارجية لفترة محددة ويتم إكفاله وتوقيفه تماما. بالنسبة لرياضة كرة الطاولة لا تحظى طبعا باهتمام ككرة القدم، إذا كنا لم نحظى كفريق فتيات بقبول أولا في المجتمع أو في النطاق اللي احنا فيه، فكيف سنحظى أن احنا نقدر نحقق الشهرة والقدرة على أن احنا نجد متابعين او يعني محفزين لنا ككره القدم؟ فهي وضعها مختلف تماما كره القدم عن كره الطاوله، لانه اعتقد انه هذا مختلف تماما الرياضات الفرديه عن الرياضات الجماعيه. ولكن بالنسبه لجميع الرياضات اللي في اليمن خاصه للفتاه سواء كاراتيه او تنس الطاوله او كره الطائره او اي لعبه سواء كانت يعني فرديه او جماعيه، نحن نعاني جميعا كلاعبات منتخب. نعم، اذا ربا سليم لاعبة منتخب كرة الطاولة كنت معي من صنعاء، أشكرك جزيل الشكر ربا أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر معنا، محمد الصهباني وهو مدرب المنتخب الوطني للمصارعة في صنعاء الذي ينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك كابتن محمد، بداية ألف مبروك على الفوز والإنجاز الذي حققته مؤخرا في بطولة العرب للمصارعة التي أقيمت في القاهرة، وحدثنا عن البطولة وأيضا عن مشاركاتكم الفترة الأخيرة، المشاركات الدولية، وكيف
كيف هذه المشاركات؟ هل تلقيتم دعم من وزارة الشباب والرياضة مماثلة بالدعم الذي تم منحه لكرة القدم؟ منتخبات كرة القدم. أولا مساء الخير وأشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. مساء الخير بالصوت كل يمني. ثانيا الله يبارك فيكم وهذا إنجاز هو للشعب اليمني كامل بإذن الله. مشاركتنا الأخيرة في القاهرة نتكلم عن الصعوبة يمكن نجلس لبكرة الصباح. الصعوبة اللي واجهها اللاعبين المنتخب كبيرة جدا، ولكن أنا أرجع أقول إنه اللاعب اليمني أو خاصة اللاعب القدم، اللاعب اليمني عنده إمكانيات خارقة، يعني عنده إمكانيات قوية جدا رغم الدعم البسيط اللي بيحصله ولا الإمكانيات البسيطة، إلا أنه بيقاتل ويواجه أبطال مثلا من مصر، من العراق، من سوريا، ناس يعني إعدادهم كان أقوى منه بكثير، كان دعمهم المادي المعنوي، إعدادهم من صالات، كان إعداد جدا، ولكن اللاعب اليمني أثبت أنه موجود، أثبت أنه يستحق الدعم، وخاصة في اللعب القتالي. الدعم محصور للعبة كرة القدم، مع أنه يعني إحنا نحب أنه الدعم يكون للعبة الرياضية جميعا، ولكن هناك نظرة قاصرة من وزارة الشباب والرياضة، مش فاهمين إيش معنى غرض الرياضة. الرياضة إيش تسوي لك في المحافل الدولية، يعني ذكر اليمن في المحافل الدولية وهذا الرياضة، لكن ما بلاحظ هذا في المسؤولين الرياضة أو المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة. نعم كابتن محمد، برأيك ما سبب هذا التقصير؟ هل هو عدم وعي، عدم اهتمام، فساد، أم أنهم فعلا الجهات المختصة ليست لديها الإمكانيات، ليست لديها التمويل الممكن؟ السبب ليس بالدعم، عندنا أموال في على فكرة في اليمن تصرف أموال للرياضة مهولة، تصرف أموال كبيرة جدا للرياضة، ولكن تصرف بالطريقة الصحيحة، لا تصرف بالطريقة الصحيحة. يعني المسؤولين عن الرياضة أصبحت يعني وزارة الشباب والرياضة ما بتكرسش الجهود كامل ثقافة رياضية، الرياضة في العالم كلها أصبحت ثقافة، يعني بتريض من الطفل إلى سن كبير جدا. تلاحظ الرياضة أصبحت ثقافة، الأندية في الوطن العربي، في الأندية الأوروبية، في الأندية العالم، النادي ليس محصور لكرة قدم ولا محصور للعبة قتالية، أسرة أسرة، يعني تلاحظ في النادي أسرة جاء يعني أب وأم وجايين أولادهم إلى النادي، تلاقي في النادي حدائق، تلاقي النادي ثقافة، يعني الرياضة في العالم أصبحت ثقافة. عندنا في اليمن لا، يعني يمكن تلاحظ مثلا تروح لأي نادي في الجمهورية اليمنية ما تلاقي إلا يعني شباب محصور، ما فيش ثقافة رياضة في وزارة الشباب والرياضة. أول مسؤول من هذا الشيء وزارة الشباب والرياضة، المفروض تتكرس الجهود في هذا الناحية. نعم كابتن محمد، لو تحدثنا باختصار رجاء عن الرياضيين الغير مشاركين في البطولات سواء المحلية أو الدولية في اليمن، أيضا الرياضيين الذين تعرضوا في وقت سابق لإصابة وبحاجة إلى علاج، حدثنا باختصار عن وضع هؤلاء، وأيضا رسالة توجهها للجهات المختصة على رأسها وزارة الشباب والرياضة للتعامل مع هذه الحالات. اللاعبين الرياضيين لما يتعور خلاص يتم استبعاده نهائيا، يعني ما فيش معنا حتى طب رياضي، يعني معنا مركز بس ما فيش فيها الامكانيات، يعني احنا نسميها في الوسط الرياضي نسميها الطب الثلجي، يعني اول ما نصل يقول لك ثلج وبس. ثاني حاجه الاهتمام بالاصابه، اول ما ينصاب اللاعب المنتخب او اي لاعب يتم استبعاده نهائيا خلاص، يعني كانه كان مجرد وسيلة للوصول إلى غرض وخلاص ينتهي. أما رسالتي لوزارة الرياضة، إذا ما تكرس جهودها وتوجه المبالغ المالية بالطريقة الصحيحة، أنا من رأيي أنه خلاص تنتهي وزارة الشباب والرياضة، ومثلا مشاريع تجارية، وإحنا نرجع نطلب الله على بعض قول بعض اللاعبين، خلاص نرجع نطلب الله. اللاعبين الرياضيين أصبحوا لاعبين المنتخبات تصيرهم اللي بيبيع بطاط، ولا هو لاعب حق اليمن انجاز. وضع وكمان رسالتي لكم انتم الاعلام،
اللي هو الألعاب الفردية ما بيش فيها اهتمام مثل اللاعبين كرة القدم، به تلميع وضجة إعلامية للاعبين كرة القدم. اللاعب الفردية ما بتلاقيش هذا الكم الهائل من التغطية الإعلامية. يعني في أبطال كثير حققوا معنا، يعني خصوصا بطولة ثاني آسيا، يعني هذا إنجاز كبير لرياضة الجودو في اليمن. ما فيش مثلا قناة تعرض له مباراة تعرف بلاعب، وهذا من كابتن محمد ربما كثير. نحن أكثر قناة نقوم بتغطية ونقل كل أخبار فريق الوطني للمصارعة، وأسأل الكابتن جمال الذي دائما ما يكون ضيف معنا في حلقات المنصة الكثيرة التي تتناول موضوع الرياضة. إذا كابتن محمد الصهباني شكرا جزيلا لك، أنت مدرب المنتخب الوطني للمصارعة، كنت ضيف معي من صنعاء. شكرا جزيلا لك كابتن محمد أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر معنا بلال الصبري وهو فارس المنتخب اليمني الدولي الذي ينضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك فارس. بلال أقول نعم، مرحبا، اهلا وسهلا. مساء الخير بلال، حدثنا باختصار عن رياضة الفروسية في اليمن، عن ابرز الصعوبات وعن وضعها الحالي الان. والله يا سيدتي، اولا اشكركم على المداخلة هذه وعلى الاتصال. اولا يسعدنا اننا ازف لكل ابناء الشعب اليمني اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق المنتخب اليمني للفروسية لقب أفضل فريق دولي في تصفية كأس العالم 2018 لالتقاط الأوتاد. يعني الفريق اليمني يعد من أقوى الفرق العالمية على مستوى العالم، مش على مستوى قاري أو على مستوى عربي، على مستوى العالم. أخذنا صدارة، وعلى المستوى الفردي وفقني الله عز وجل في نفس تصفية كأس العالم 2018 بتحقيق لقب أفضل فارس دولي في التصفية. يعني نعمة كبيرة وشرف كبير. وكما قال أخي وزميلي الكابتن محمد الصهباني، بيّن أنه اللاعب يعتبر شيء كبير وثقيل، بس إحنا مش مقدرينه. أنا أعتبر الرياضي أو لاعب المنتخب اللي يمثل اليمن خارجياً هذا دبلوماسي، هذا سفير لليمن، سفير. صحيح. شيء عظيم. صحيح. لا أعتبر المسؤولين عن الرياضة اليمنية أو المسؤولين عن المنتخبات الرياضية، يعني أقول اللهم استعان عليكم، اللهم استعان عليكم إذا ما تقدروا هؤلاء الأبطال قدرهم وتعزوهم الاعزاز الذي يليق بهم. اقول سبحان الله عليكم، اللهم استعان عليكم. فان شاء الله باذن الله سيدتي، انا على ثقه باذن الله انه بيجي اليوم اللي تعتز فيها اليمن ويفهموا ايش معنى الرياضه، وايش معنى انه الرياضه هي رساله عالميه، وان الرياضه شرف كبير وعز وشرف للبلد. يعني لما احنا نحقق انجازات عالميه ضخمه على مستوى العالم في اي رياضه من الرياضات، او على مستوى اسيوي او على مستوى قاري مثلا او عربي، هذا شرف للبلد، شرف عز. صحيح. يعني العالم اصبح الان ينظر للرياضه كرساله، كقوه، يعني كتمثيل ضخم، مش شيء بسيط. يعني والمعيقات كثيره يا سيدتي، المعيقات كثيره للاسف بسبب الحرب والكبائر. يعني تصدقي بالله قرابه شهر او شهرين وانا احاول ان ادخل القوس التقليدي للرمي من فوق الحصان، الرمايه بالقوس اللي هي هورس باك اتشري، الرمايه بالقوس من فوق ظهر الحصان. هذه طبعا الرياضه بديت انا اسسها في اليمن الحمد لله قضاء الله عز وجل. جبت اول قوس معي الوحيد اللي جبته لليمن، دخلته قبل في 2017 في بطوله مطيره، جزيره مطيره، بطوله العالم الشاطئيه، بصعوبه جبت القوس هذا، اختسر علي. الان دخلنا قوس ثاني بصعوبه، وصل قبل امس عاده القوس الثاني بتعاون المخلطين من بعض الناس، وتعرقل في المطارات وتعرقل في كذا. يعني قوس واحد عذبنا عذب عشان ندخله لليمن، نسال الله ان يصلح الحال فقط، بس يا رب. نعم. إذن بلال الصبري فارس المنتخب اليمني الدولي كنت معي من صنعاء، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا الآن الأستاذ سميح المعلمي، هو المنسق الإعلامي لمنتخب الناشئين لكرة القدم الذي ينضم إلينا من السعودية. مرحبا بك سيد سميح. يا هلا هلا وغلا. طبعا أنا في الدوحة الآن، معي مباراة ينضم إلينا من الدوحة. غلط المعد كتب السعودية عمر. أوكي سيد سميحة، أهلا ومرحبا بك، مساء الخير. حدثنا عن تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس أسيا التي ستقام في البحرين. طبعا هي التصفيات التمهيدية التي كانت في الدوحة انتهت في شهر سبتمبر. الآن اللاعبين هم في فترة تدريبات مع أنديتهم مش مع المنتخب. المنتخب إن شاء الله تم تقديم برنامج من قبل الجهاز الفني الى اتحاد كره القدم، وتم اعتمادهم من بدايه العام 2020 ان شاء الله في يناير. سيكون هناك تجمع للمنتخب في صنعاء، ومن ثم معسكر خارجي يتبعه طبعا بطوله غرب اسيا التي ستكون في السعوديه،
وهي التحضير الامثل لنهائيات كاس اسيا التي ستنطلق في البحرين في سبتمبر. فالان اللاعبين هم في انديتهم، يعني كل لاعب الان في نادي، في تعز، في ابين، في شبوه، في صنعاء، في عدن، الى شهر يناير وسيتم تجميعهم من جديد. سيد سميح، برز المنتخب اليمني للناشئين بشكل لافت للنظر في الفترة الأخيرة، هل لدى وزارة الرياضة الخطط والنية للحفاظ على هذا المستوى وتطويره؟ وأيضا دائما ما لاحظنا أن الناشئين يبرزون ثم تختفي هذه الأسماء والوجوه، برأيك سيد سميح ما السبب؟ أول أسباب طبعا ديمومة الاهتمام والمعسكرات بمنتخبات يعني الفئات السنيه. وحقيقه من 2002 المنتخب الطفره الذي وصلنا به الى كاس العالم، صحيح الان عندما نرى ذلك الجيل لم يتبقى الا لاعب واحد فقط وهو محمد عياش حارس المنتخب الاول، بينما بقيه اللاعبين هو طبعا لا نعزيه فقط على اللاعب وثقافه اللاعب، وهذا عامل مهم طبعا، لا اللاعب لازم يكون عنده ثقافه، كيفيه الحفاظ على نفسه، الاهتمام، التغذيه، النوم، هذه عوامل مهمه تضمن استمراريه اللاعب في العطاء. ايضا طبعا هناك قصور ايضا اداريه سواء من جانب النادي الذي يلعب فيه طبعا، او حتى مثلا متابعه من قبل مدربي المنتخبات، لابد ان يكون هناك متابعه باللاعب خصوصا الذين يرون انه مثلا سيعطي وموهبه ويبشر، لان هناك لاعبين طبعا نعرف نحن كلاعبين كره القدم من اللاعب الذي سيعطي في هذه الفئه فقط، ومن اللاعب الذي طبعا سيعطي الى الفئات الاعلى. فلابد من وجود عامل تكاملي ما بين النادي والاتحاد وايضا اللاعب نفسه في الثقافه والاهتمام والحفاظ على نفسه وديمومه التدريبات، وهذه طبعا هي التي تضمن استمرار التالق للمنتخبات. نعم، اذا سميح المعلمي المنسق الاعلامي لمنتخب الناشئين كنت معي من الدوحه، شكرا جزيلا لك كابتن سميح. معنا الان اتصال من السعوديه، معنا مراد ابو الرجال وهو محلل وناقد رياضي، مرحبا بك سيد مراد. مرحبا استاذ امل وشكرا لك على الاستضافه، وشكر موصول ايضا لقناه الرقي. اهلا بك سيد مراد. ساعد السؤال الذي طرحته على سيد سميح، دائما ما تبرز المنتخبات الناشئين وتؤدي اداء ملفت للنظر، يتفائل الناس ويقول اخيرا سيكون معنا منتخب وطني قوي، ما يلبث الا ان تضيع هذه الاسماء والوجوه ونرى اداء ربما ضعيف لمنتخبات الرجال والمنتخب الوطني لكرة القدم لاحقا. سؤال ممتاز جدا. السبب في ذلك اولا نتكلم بشكل عام عن كرة القدم. كرة القدم هي عبارة عن منظومة متكاملة، هي صناعة تبدأ من البراعم تتطور الى الناشئين الى الشباب ثم الى الأولمبي والمنتخب الاول. ما يحصل في اليمن اننا نمتلك المواهب الخامات الجاهزة التي لا تحتاج الى اكاديميات، هناك شغف كبير من قبل الناشئين، من قبل ابنائنا في لعبه كره القدم، ولكن ما ان يصل اللاعب الى ما بعد مرحله منتخب الشباب نجد الانهيار الكلي بالمستوى والانهيار الكلي بالاداء، والسبب يعود بلا شك، يعني انا وجهه نظري انه الراعي الاول بالرياضه باليمن هو المفترض يكون الاتحاد الوطني لكره القدم. للاسف الاتحاد الوطني نحن نمتلك مسؤولين، انا وجهه نظري مع احترامي الكامل جميع شخوصا هم ابعد ما يكونوا عن فكر كرة القدم المتقدم والحديث الآن والمتطور، هم يتعاملوا مع أو كونوا ما أستطيع تسميته بالجو أو الجو الغير طبيعي لكرة القدم. قبل الآن مثلا نحن نمتلك اتحاد فقط يعمل على وضع شماعات الفشل أو الأعذار أو تبني الأعذار عند أي مشارك في الانتخابات الأول، ويبني طموحه أو انتصاراته على مجهودات فردية لهؤلاء الناشئين، هؤلاء الناشئين الذين لم يتم دعمهم حقيقة بكل معنى الكلمة ليستمر بعطائهم، لأنهم يجدوا نفسهم بمرحلة سنية معينة بلا عمل، بلا تأمين حياتي مستقر لهم، فيجدوا نفسهم أنهم أضاعوا سنين من عمرهم
وللأسف يعني هذا هو الواقع. نعم سيد مراد، لم يعد لدي وقت، وأريد أن أسألك عن نظرة التمييز وعدم الاهتمام ببقية الرياضات كما يحدث مع رياضة كرة القدم، أبطال بقية الرياضات كالمصارعة، الفروسية، كرة الطاولة، اليد وغيرها من الرياضات التي فيها أبطال يحققون إنجازات وميداليات ونجاحات وإنجازات على مستوى المحلي وأيضا الدولي، ولكن لا يتم الاهتمام بهم سواء من قبل الجهات المختصة في وزارة الشباب والرياضة، أيضا من قبل الجمهور، من قبل الناس والمتابعين. باختصار سيد مراد، برأيك ما سبب هذا التمييز وكيف يمكن معالجته؟ بالنسبة أولا نتكلم من جانب الجمهور. جانب الجمهور الكل يعلم أن الرياضة الشعبية الأولى في العالم التي يسلط عليها جميع الأضواء هي كرة القدم، لذلك تجد المتابعة الكبرى للإعلام للجمهور يعني مسلط على كرة القدم، وهذا بلا شك يعني ينعكس بالمقابل على اهتمام وزارة الشباب والرياضة التي فعلا هناك تقصير كبير بالاهتمام بالرياضات الفردية التي حققت إنجازات كبيرة على مدار سنوات بوقت فشل فيه جميع الرياضات الجماعية بتحقيق نفس المستويات والإنجازات. نعم، إذن السيد مراد أبو الرجال محلل وناقد رياضي كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك سيد مراد. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لاستطلاع تعليقات الناس وتفاعلهم مع موضوع الحلقة عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نستعرض أبرز هذه التعليقات، ومعنا تعليق من عيسى الصبري. عيسى الصبري وهو أيضا بطل في المصارعة. عيسى قال: صراحة أصبح لنا مؤسف من الناحية الرياضية، فكل المستحقات المخصصة للشباب والرياضة هي الآن تصرف على النفقات الإدارية داخل الوزارة ولا تخرج إلى الرياضيين المستحقين بها. كل موظفي الوزارة يستلموا مستحقاتهم شهريا، إلا الرياضيين موقفة مستحقاتهم. أحب أوجه رسالة للمسؤولين عبر قناتكم، أقول لهم اسمها وزارة الشباب والرياضة، يعني خصصتها الدولة لدعم الشباب ولدعم الرياضة مش لدعم القائمين عليها. عيسى الصبري لاعب منتخب المصارعة، شكرا جزيلا لك وألف مبروك على الميدالية التي أحرزتها منذ أسابيع. تعليق آخر لمسعد حسن يقول: لا يوجد ضعف دائم ولا خلل دائم، لكن لوب الفساد داخل الاتحاد اليمني جعل مشكلة تطوير الرياضة اليمنية وخاصة كرة القدم أمرا مستعصيا، بل وصفة ملازمة لمنتخباتنا عبر السنين. فرئيس الاتحاد الحالي أحمد العيسي أخذ غير موقعه، وقد مر بشلة فساده على هلال الحديدة قبل أن تتم ترقيته من قبل دول الخليج، لذا لن ترتقي الرياضة وهذا الاتحاد قائم. تعليق آخر لعلي هدر يقول: اللاعب اليمني موهوب بطبعه، لكن لازم يكون في منهجية معقدة للحصول على منتخب من لاعبين ذو كفاءة عالية ومهارات وقدرات كافية للقدرة على الاستمرارية في تقديم أفضل ما لديهم. لكن اليوم نشاهد لاعبين مقبولين في المنتخب ولكن مش قد المهام المطلوبة منهم، لأنهم ترشحوا للمنتخب عن طريق الوساطة والمحسوبية. تعليق أخير معنا من أنور أحمد سعيد الذي يقول: الرياضة اليمنية باليمن تفتقر إلى أدنى أبجديات التدريب سواء على نطاق الأندية والمنتخبات بجميع الفئات، بالإضافة إلى لوبي الفساد. إذن الكل اتفق أن السبب الرئيسي هو لوبي الفساد وهو سبب كل مشاكل البلد. يقول: بالإضافة إلى لوبي الفساد بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني باختيار اللاعبين حسب المحسوبية والقرابة، ونهب ملايين الدولارات بجلب المدربين بعقود وهمية وعدم الاستفادة منهم بسبب التعاقد معهم لفترة قصيرة من ثم تسريحهم. الرياضة اليمنية تحتاج إلى ناس مخلصين رياضيين يحبون الوطن لكي تنهض وتنافس الرياضة في دول الخليج والدول المجاورة. شكرا لك أنور. إذن مشاهدينا الكرام، بتعليق أنور نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة، أشكر ضيوفي كل من كان معي في هذه الحلقة من أبطال ومحللين ومدربين، وأشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة ومعد البرنامج عمر النهمي، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.